السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم في الدنيا. النهارده معانا فيديو روتين جديد وان شاء الله يعجبكم. اول حاجه بدات الفيديو الروتين بتاعنا، طبعا قمت الصبح، اتوضيت، صليت، قرات الورد اليومي، وطبعا حابه ان انا اذكركم بيه علشان خاطر اللي فايتها حاجه تقوم تجيبها على طول، تقوم تصليها، تقوم تقرا ورد عليها كده يعني. بعد كده رحت داخله بقى ايه زي ما شفتوا، قمت طبعا قلت التلفزيون على قناه القران، اي قناه قران بقى اللي تعجبك. بعد كده دخلت بقى على المطبخ، كان عندي طبعا نص بطيخه في الثلاجه، رحت مطلعاها كده، كانت يعني ايه ساقعه كده ولفها بالاسترتش امبارح ومدخلاها الثلاجه، وقمت مقطعاها زي ما انتم شايفين وحاطه جنبها جبنه وشيبسي، وكمان كان عندي اخر شويه عنب في التلاجة قمت مطلعهم كده جنب الفطار، وزي ما انتم شايفين طلعت كمان عيش سخنته. وعايزه اقول لكم فطار حلو قوي 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 على الصبح كده، فطرنا واتغذينا والحمد لله. نقوم بقى بنشاط كده وبحيويه على الشقه، طبعا مش هنسيب الشقه كده. طبعا في الوقت ده كنت لبست اصلا الولاد وظبطتهم كده، وباباهم راح يوديهم الحضانه، فالبيت بقى كام ساعه دول هيبقى فاضي. قمت بقى على الشقه كلها زي ما انتم شايفين الحاجات دي. احنا اخر روتين لسه كان من يومين، كنا مغيرين مع بعض الملايات والكلام ده كله، فما فيش حاجه اصلا هتتغير في السرير، هو بس الترويقه العاديه وشده السرير بتاعه كل يوم الصبح العاديه خالص. نفضت كده السرير، وطبعا الاول بدات بالبلكونه بنفضها كويس قوي، وكده كده الشباك نازل عليه الستاره ما بجيش شمتها. وقمت جايه بقى ايه كل حاجه، اي حاجه، اي سطح قدامي سواء ازاز سواء خشب اي حاجه ايه هبتدي ايدي هتروح عليها على طول، المع كده على طول وانا ماشيه زي ما انتم شايفين اهو. برضو البيبان بتاعه الاوض الكلام ده كله. وبعد كده اخر حاجه هسيبها هو الكنس او التشفيط بالمكنسه، وطبعا انا بحب في الاوض اكنس لان المكنسه حجمها كبير والاوض حجمها ضيق، فما بيتفقوش مع بعض خالص، فهبتدي بقى اكنس كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الحاجات اللي طالعه يعني حاجات كده بسيطه اللي هي بتاعه الترويق اليومي العادي خالص، وطبعا دي اكتر اوضه بتطلع عندي تراب علشان خاطر البلكونه زي ما انتم عارفين. هلمهم بقى في الجاروف وخلاص هعطر اخر حاجه والاوضه دي هتبقى معايا خلصت. رشه معطر بقى اخر حاجه وكده تبقى المكان اللي انت بتروقيه زي الفل. تعالوا كمان اوريكم، بصوا كده الشنطه اللي على ايدي الشمال دي، هنا كده التسريحه برضو ظبطتها واي حاجه ما كانتش في مكانها وديتها في مكانها. الشنطه دي فيها كده زي ما انتم شايفين عبايه، دي عبايه اختي كانت جايباها وبعد كده قاستها في البيت، وهي والله جميله عليها يعني هي تحفه عليها، بس هي مش عارفه رفضت تلبسها ليه، فاخدتها منها زي ما انتم شايفين كده. لقيت بصراحه قماشتها حلوه جدا جدا جدا، فقلت لها لا مش هرجعها، سيبيها انا هاخدها. وزي ما انتم شايفين شكلها حلو لونها ابيض، كمان الرسومات اللي عليها حلوه جدا جدا اهو بالشكل ده. هي الفكره ان هي كانت جايباها على مقاسها بالظبط بالظبط، فالقماشه اللي انتم عارفينها دي احيانا بتكش، فهي خافت تكش فتقصر عليها، فقلت لها انا اقصر منك مش مشكله انا هاخدها بدل ما ترجعيها خالص ومشوار عليكي. وهنا كده الازدالات بتاعت الصاله دي بقى هدخلها كده ايه تتغسل في السبت بتاع الغسيل، وهنا كده هبتدي اروق الصاله معاكم. طبعا زي ما انتم شايفين الفرافيت والكلام ده كله هبتدي اشفطه بالمكنسه علشان خاطر ما تقعش على الارض، وابتدي ان انا تعذبني بقى في الحاجات دي في الحفظه اللي هي على الارض. والناس اللي بتسالني كتير قوي على الحفظه، انا كنت شارياها من الموسكي يا جماعه، كنت شارياها ب 320 جنيه تقريبا، وعمليه وحلوه وشكلها شيك، بس هي متعبه لما حاجه بتدخل جواها بتحتاج يا اما مكنسه شفطها قوي جدا جدا جدا، يا اما تنفيض بقى تنفضي على اي سور بلكونه واي حاجه تبقى واقفه قدامك كده تبتدي ان انت تشيليها بايدك يعني، غير كده هتبقى ممله جدا وهتزهقك لما تيجي تنضفيها مش بتتكنس، ما بينفعش ان هي تتكنس. بس هي يعني كويسه وعمليه وكمان سعرها لطيف، وتتغسل في الغساله، تتغسل في طشت صغير كده في الحمام، لطيفه يعني. هبتدي اخلص باقي الصاله كلها ترتيب بنفس الشكل. فيما افنيت عمرك؟ يعني عمرك ده قضيته ازاي؟
قال أفنيت عمري في أربعة أشياء. إيه اللي حصل؟ إيه عملت إيه وإيه وإيه وإيه؟ قال له في أربعة إيه؟ قال علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه. وعلمت أن لي رزق لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به. وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به. وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته قبل ما يجيني استعدت له في أي وقت يجي مرحبا. نعم. وهنا بقى بدأت خلاص أشفط كده الحاجات اللي في الأرضية، طبعا ما فيهاش حاجة يعتبر، بس الحاجات الخفيفة بقى لو في حاجة أنا إيه عيني مش جايبها أو كده تبقى برضو الحافظة نظيفة. عايزة كمان أقول لكم إحنا اتكلمنا الفيديو اللي فات على حبيبتي المتابعة اللي بعتت لي مشكلتها، وقلت لكم نصحوها في التعليقات وانتوا كفيتوا ووفيتوا وربنا يجازيكم كل خير. طبعا كل اللي قال لها كلمة حلوة وكل دعالها، وكمان كل اللي قال لها ان هي دايما تقرأ قرآن وسورة البقرة، وتقرأ كمان الرؤية الشرعية الصبح وبالليل، وطبعا سورة البقرة ما تتقطعش من البيت، او على الاقل كل 3 ايام تشغلها وتفتح الشبابيك. عايزة كمان اضيف لك اضافة ان انت دايما رشي ملح في الجوانب، واعملي ازازة بخاخة كده مية مقري عليها الرقية الشرعية، ومعاها شوية ملح، وبخي بيها الاركان بتاعت الزوايا بتاعت البيت بتاعك دايما. كمان رشي كده ملح خشن في الاطراف، وكمان هاتي مبخرة وتقطقي عليها ملح خشن في البيت. طبعا عايزة اقول لكم اي طاقة سلبية زي الجن او حاجة زي كده ما بيستحملوش وجودهم في بيت يكون في حاجة زي كده. طبعا البيت يبقى دايما نظيف، تمسحي كده زي ما قلت لك بمية بقرآن. طبعا الناس في واحدة حبيبتي برضو قالت لي يا سوما ما ينفعش نمسح البيت بمية بقرآن. لا طبعا ينفع، كل الشيوخ اجازت، لكن ما ينفعش ان انت ترمي المية في الحمام، ده يأذي. طبعا انت ترمي المية قدام باب البيت او فوق السطوح، لكن تمسحي البيت وتطهريه بالمية المقري عليها الرؤية الشرعية عادي خالص. وطبعا ربنا يرفع عنكم البلاء، كل اللي ساب لي قصته فعلا القصص بتاعتكم كلها اثرت فيا، وربنا يرفع عنكم البلاء اللي انتوا فيه اللهم امين، ويؤذي المؤذي لان ما فيش سبيل للهدايه للاسف. ما اظنش ان حد يكون بيعمل كده وبيؤذي اللي حواليه بالطريقه دي ممكن يتهدي في يوم من الايام. ما اقدرش ادعي لهم بالهدايه، لان بصراحه خساره فيهم ان انا ادعي لهم بالهدايه وهم اذيين الناس بالطريقه دي. وبيكفي قوي ان ربنا محذرهم وقايل لنا احنا كمسلمين يعني ان اللي بيمشي في الطريق دوت او بيتبع الشيطان في الحاجات اللي زي دي ما بيشمش ريحة الجنة، لكن هم حقدهم وغلهم على الناس عامي بصيرتهم وبصرهم ومخليهم مكملين في القرف اللي هم بيعملوه. عايزة كمان احكي لكم قصة جات لي يعني زعلتني قوي. هي مهندسة برضو من معجبين القناة هنا، وكتبت لي قصتها بس اثرت فيا جدا. بتقول ايه بقى؟ والله يا سوما انا حياتي اتبهدلت بسبب السحر، كنت مهندسة واتجوزت حد معايا كان معايا في الشغل، كان عندي وظيفة وعندي مرتب وكنت عايشة ملكة. اول ما اتخطبت شرط عليا ان اسيب شغلي، وانا والله دلوقتي بلوم نفسي ازاي وافقت. المهم وافقت وخطوبتنا طولت، وهاتك يا مشاكل اتجوزت لغاية يوم الفرح واحنا ما بنكلمش بعض، يعني بكرة فرحنا واحنا كنا متخاصمين في فترة الخطوبة. ومن اول يوم ظهر جوزي في حياتي وانا بتحصل لي مشاكل غريبة، شعري كان بيقع ونفسيتي كانت بتتدمر، صحتي اتعدمت، اتجوزت ودخلت في مشاكل اصعب لغاية ما كنت احمل. كنت لما بنام اشوف جماعة حطني على سرير ومربطين ايديا ورجليا وبيقولوا لازم نموت اللي في بطنها، وكنت بسقط، حملت مرتين ونفس الحكاية سقط. وفي يوم لقيت في محفظة جوزي ورقة، فتحتها لقيت مكتوب فيها سحر تفريق بينا واسماء جن، وهنا اكتشفت ان هو اللي كان عامل لي سحر. بس لما واجهته نكر وقال معرفش مين حطها في محفظتي، طبعا من غبائي
عدتها لغاية ما في يوم كان بيتكلم في التليفون سمعته بيكلم شيخ، وده طبعا ما ينفعش ينطبق عليه اسم شيخ يا جماعة، وبيتكلموا عن السحر، وقال له هي مراتك لسه معاك، ما تقلقش هخليكوا تتطلقوا. قلت له وتتعب نفسك ليه؟ كنت قلت مش عاوزك تأذيني ليه؟ بدأ يضرب فيا لحد ما روحت بيت أهلي. أنا اتطلقت بقالي 2 سنين يا سومة، بس قوليلي بقى مين هيعوضني؟ مين هيجيبلي حقي؟ أنا خسرت وظيفتي وصحتي وولادي وبيتي، والإنسان كمان اللي كنت بثق فيه وحبيته أنا دلوقتي ما بقاش عندي ثقة في حد، ولغاية النهاردة لسه تعبانة. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي أهله وفي أي حد خرب حياتي. أنا عايزة بقى أقول لكم إن أنا اتصدمت جدا 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 لما شفت الكومنت ده، ما بقتش فاهمة يعني انت يعني ايه غصبك عليها او ايه خلاك تعمل فيها كده. انا مش عارفة بصراحة الناس دي بتبقى ازاي مرضى نفسيين بالطريقة دي، مش قادرة اصدق ان هو يأذي مراته بالطريقة دي من اول ما خطبها ومن اول ما دخل حياتها وهو اذيها ومكمل، وهي للأسف ما اخدتش بالها. وده طبعا لازم ناخد بالنا منه يعني كلنا، لو ده حد دخل حياتك جديد ومن هنا ابتديتي ان انت تحسي حاجة غلط في حياتك، لا يعني راجعي بقى حساباتك وشوفي مين اللي دخل في حياتك جديد، ممكن يكون هو سبب القلق اللي في حياتك كله. عايزة اقول لك ربنا يقويكي على اللي انت فيه ويعدي معاكي الايام دي على خير. ونفس الكلام اللي انا قلته الفيديو اللي فات هو اللي بقوله لك، التزمي في الصلاة وارجعي لربك جامد جدا، حاولي تصلي قيام ليل كتير، حاولي ان انت تقربي لربنا بكل الطرق، تقرأي الرؤية الشرعية صبح وليل وكمان سورة البقرة. وطبعا عايزة اقولك اللي برضو في الاخر لازم يكون في حد ثقة، شيخ محترم تقدري ان انت تروحي له يساعدك في الموضوع ده، وممكن كمان تروحي الازهر. الازهر هناك برضو اعرف ان في ناس ممكن تتعامل مع الحالات دي، فاسألي وما تفضليش قاعدة في مكانك تضيعي اللي باقي من عمرك، ما يبقاش كل السنين دي ضاعت منك في تعب وتضيعي اللي باقي من عمرك كمان في تعب. اسعي ان انت تتخلصي من كل اللي انت فيه ده، زي ما قلتلك الرؤية الشرعية اللي هي المية اللي مقري عليها الرؤية الشرعية، امسحي بيها البيت، كمان رشي حطيها في بخاخ معاها ملح خشن، وكمان رشي بيها الجناب بتاعة البيت اللي هي الزوايا، اي زاوية في البيت رشي ملح خشن جنب الحيطان وكمان في الزوايا كتير جدا، طقطقي على الفحم ملح خشن، شغلي دايما سورة البقرة في قلب البيت، وان شاء الله ربنا يشيل عنكم الغمة دي. و يعني مش عارفة والله اقول ايه للناس التانية دي، بس ربنا يبعد الناس كلها عن اذاكوا، سواء الصحراء سواء الناس اللي جواها غل وبتعمل سحر للناس اللي حواليها. مش عارفة اقول لكم ايه والله، بس مش قادرة، لساني مش جايبني ان انا ادعي لكم بالهداية، يعني مش عارفة والله. ربنا يأذيكوا زي ما بتأذي اللي حواليكم. بس يا جماعة برضو هستنى تعليقاتكم للمدام دي اللي هي باش مهندسة، انا مش عارفة اسمها والله، قولولها في التعليقات برضو لو حد فيكم عنده خبرة في الموضوع، لو حد فيكم مر بالتجربة. تعالوا بقى اقول لكم، هنا انا روحت السوق كان ناقصني شوية حاجات بسيطة كده، رحت جبتها كملتها زي ما انتوا شايفين كده، جبت موز، جبت تفاح، العنب طبعا انا قلتلكم لآخر شوية اللي انا كنت حطاهم في الفطار فجبت بدلهم، وكمان جبت طماطم، لقيت الطماطم حلوة قوي، كان عندي شوية في التلاجة بس برضو قلت ازود عليهم، وكمان جبت بتنجان رومي، وكان الاكياس بتاعت التفريز والحاجات اللي انا بستخدمها بقى بالاكياس دي كانت خلصت، فجبت غيرها، وجبت ورق زبدة، مكرونة سباكيتي، وكمان كوفي ميكس طبعا انتوا عارفين بحبه جدا، وكمان وزنت الشمامة دي. عايزة اقول لكم الشمام او شهد، في ناس كتير بتسميه شهد، بيتوزن بالكيلو، فوزنت ديت قطعت تقريبا 4 كيلو حاجة كده. كمان كان دبس الرمان خلصان من عندي، وكمان الصويا، جبت صويا صوص والدبس الرمان، وكمان جبت ملح ليمون و ورق كب كيك زي ما انتم شايفين كده، برضو كنت اللي عندي خلاص ما فاضلش الا كام ورقه فجبت زودت عليهم، وكمان جبت كربونات وملح ليمون وعلبه صلصه، وكمان علبتين جيلي، طبعا الجو حر جدا والولاد بيحبوا طبعا دايما ياكلوا جيلي والحاجات اللي هي الساقعه دي في الصيف، بجانب طبعا الفاكهه والكلام ده كله. هبتدي بقى اخد الحاجات دي كلها وابتدي ان انا ارصها في اماكنها.
جالي كمان عايزه اقول لكم يعني تعليقات في الفيديو اللي فات، وعايزه اقول لكم والله ان انا بحترم تعليقاتكم كلها وبحب ان انا ارد عليها في الفيديو اللي بعده علشان خاطر تقدروا ان انا والله بقرا التعليق بتاعكم، ما بسيبش تعليق من غير ما اقراه حتى لو كان في الوقت ده ان انا مش قادره ان انا ارد عليكم في التعليقات، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ارد عليكم كده في الفيديو اللي بعده. حبيبتي برضو قالت لي ما ينفعش يا سومة تحطي المصحف على الارض، بس عايزة اقولك ان لا ينفع عادي جدا. انا كنت قاعدة على المصلية على السجادة لسه مصلية ويدوبك خلصت وقعدت سبحت وبعد كده قرأت الورد بتاعي وانا قاعدة على الارض وحطيت المصحف قدامي وانا بسبح، ما ظنش اللي هي فيها اي حاجة. انا مش رمية على الارض في نص الطريق مثلا وولادي بيلعبوا مثلا ممكن حاشا لله يدوسوا عليه ولا حاجة، لا طبعا. انا كنت قاعده وبقرا فيه وسندته على الارض لغايه لما اخلص قراءه، وبعد ما بخلص برجعه في مكانه يعني، فعادي جدا ان انا احطه على الارض ما فيهاش اي مشكله يعني. كمان الناس اللي قالت لي يا ريت يا سوما ما تصليش قدام الكاميرا، يا جماعه انا ما ببقاش بصلي والله، انا بس باخد لكم لقطه بسيطه كده مقتطف يعني، حاجه بسيطه جدا يا دوبك وانا واقفه يعني، ما بصليش ابدا قدام الكاميرا. الكلام دوت لو انا بصلي صلاه كامله قدام الكاميرا او مبينه جسمي او مبينه شكلي وانا بصلي، لكن انا جايبه حاجه كده مقتطف كده صغير وانا واقفه بالجنب كده واصلا مش باينه يعتبر اساسا، بس ده بيبقى تشجيع ومجرد تذكير للناس اللي هي ممكن تكون ناسيه فرض عليها او حاجه. هنا كده خلصت الفاكهه اللي انا كنت جايباها، دخلت طبعا الخضار والحاجه كلها في اماكنها وجبت كده الفاكهه غسلتها زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اقطع كده للولاد بقى يعني عقبال ما خلصت الحاجات دي كلها، كانوا طبعا جم خلصوا الحضانه وجم، هبتدي بقى ايه بعد ما رجعوا كده من الحضانه احط لهم شويه فاكهه كده، الجو حر جدا فقلت ارطب عليهم كده بشويه فاكهه اول ما يرجعوا. طبعا لسه الفاكهه كده كده اصلا ما دخلتش الثلاجه، بس يعني قلت يعني ايه كوجبه بدل بقى اي اكل مثلا مكرونات اي اكل من دوت، لا ديت افيد وترطب عليهم. تعالوا بقى ندخل نعمل الغدا مع بعض، هنعمل غدوه كده سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم جدا. هنحضر مع بعض كده شويه حواوشي بلدي بطريقه كده سهله وبسيطه وان شاء الله يعجبكم وتنفذوه بسهوله. نبدا بسم الله ونشوف مقاديرنا عباره عن ايه. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا بصلاية وسط، قرن فلفل أحمر، قرنين فلفل أخضر، رومي طبعا، وطبعا لو حابة قرون فلفل حراق هتحطي زي ما انت عايزة، ومعايا كمان خلطة حواوشي من ماجي. طبعا تقدري ان انت تستغني عن خلطة الحواوشي دي وتضيفي التوابل بتاعتك، هي بتبقى عبارة عن معلقتين من البقسماط، ضيف لها رشة من البقدونس المجفف وكمان رشة من الجنزبيل ورشة من جوزة الطيب، وديت بتبقى الحاجات البارزة قوي في الخلطة، فانت تقدري ان انت تستغني عنها وتحطي التوابل دي من عندك من البيت. ضربت المكونات بتاعتي ما عدا الفلفل الحامي او الفلفل الشطه، سبته على جنب، ضربتهم مع بعض زي ما انتم شايفين ضرب ناعم، ولا هو خشن ولا هو عملتهم عصير، ضرب ناعم متقطع ناعمين يعني حاجه كده صغيره، وضفت عليهم خلطه الحواوشي اللي قلت لك ان انت تقدري تستغني عنها وتعمليها في البيت بكل سهوله. كمان ضفت كده زي ما انتم شايفين اللحمه، كل الكلام ده هضربه مع بعض في الكبه. لو مش عندك كبه او مش عايزه تعمليه في الكبه ممكن تبشري الكلام ده كله على ايدك في المبشره اللي هو البصل مع الفلفل والكلام ده كله، بعد كده تضيفي عليهم الخلطه وبعد كده تضيفي عليهم اللحمه وتبتدي تدخليهم بقى في بعض كده بايدك كويس جدا لغايه لما اللحمه تفتل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. الطريقه دي تنفع والطريقه دي تنفع والاثنين ينفعوا زي العسل. ودلوقتي هنضيف عليهم رشه من الفلفل الاسمر ورشه من السبع بهارات، وطبعا كل دي اضافات انت لو حابه تضيفيها براحتك، انا ما ضفتش اي حاجه خضراء زي البقدونس مثلا لان الخلطه فيها بقدونس مجفف فريحته موجوده في الحواوشي، لكن لو انت مش هتعملي الخلطه هتجيبي عودين كده ثلاثه من البقدونس وتبتدي ان انت تنعميهم قوي وتضيفيهم للخلطه بتاعتك. كده الخلطه بتاعتي بقت جاهزه، انا سبتها في الثلاجه تقريبا من تلت ساعه لنص ساعه بس المكونات تدخل كده في قلب بعضها. بعد كده جبت العيش بتاعي زي ما انتم شايفين العيش البلدي اللي بيتباع في اي فرن عادي خالص، وهبتدي بقى ان انا اقسم اللحمه بتاعتي. طبعا نص كيلو اللحمه ده هيعمل معايا بالظبط 8 ترغفه من العيش اللي انتم شايفينه، الحجم اللي انتم شايفينه ده مش الحجم الكبير طبعا، ده الحجم الصغير.
فبالظبط بالظبط بيعمل معايا 8 ترغفة النص كيلو من اللحمة بالإضافات اللي أنا حطيتها معاكم دلوقتي. ببتدي إن أنا أجيب مقص وأفتح العيش بتاعي من الجنب، وبقوم جايبة كل كورة من اللي أنا قسمتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده علشان تكون كلها متساوية، وأبتدي أكورها في إيدي كده، وبعد كده أحطها كده في العيش وأبتدي إن أنا أضغط عليها من جوه. طبعا في الأول ابتديت إن أنا أفتح العيش بتاعي كله، بعد كده هجيب كده اللحمة شايفين بكورها كورة كده عشان تكون بس سهلة الفرد معايا. بعد كده هبتدي ان انا ادخل كده اللحمة وافردها، وايدك طبعا تكون واصلة لجوه الرغيف علشان خاطر ما يبقاش اللحمة كلها متمركزة في نص الرغيف والاطراف كلها فاضية. طبعا بستغرب جدا من طريقة للحواوشي ناس كتير بتعمله بعد ما تعصجوا تقوم حاشية بيه الرغيف، بس الطريقة دي غلط جدا جدا جدا، مستحيل يطلع لك طعم حواوشي اصلا، يعني ولا بتاع بره ولا بتاع جوه البيت، مش هيطلع لك طعم حواوشي ابدا. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتاكلي عيش معاه لحم معصج، ولا اكتر ولا اقل. الناس اللي بتخاف من التسوية اللحمة ما تقلقوش، لانها مفرومة بتستوي بسرعة جدا جدا على النار، سواء بقى دخل رغيف العيش الفرن او تسوى على البوتاجاز. لكن ما تضيعوش الدنيا بان انتوا تعملوا اللحمة تعصجوها وبعد كده تحشوا بيها الرغيف، انتوا ضيعتوا طعم الحواوشي خالص. هنا كده معايا جبنة زي ما انتوا شايفين، اللي هي شرايح الجبنة اللي بنضيفها للسندوتشات البرجر، بس النهاردة انا هحطها هنا معايا في الحواوشي، بتدي طعم حلو قوي قوي. وطبعا لو مش حابة تضيفيها بلاش منها، بس هي بتعلي التست، بس حاجة كده ايه بسيطة كده. وزي ما انتوا شايفين عملت كده العيش اللي هو الحواوشي البارد العادي خالص. اما بقى اللي احنا عايزين نحط له شطة، هنبتدي ان احنا نقطع الفلفل الاخضر الحامي حلقات كده زي ما انتوا شايفين، وهنضيفها كده على وش اللحمة. وطبعا المحلات بتعمل الحركة دي لان انت لو مش حابة ان يكون الرغيف حراق بتبتدي ان انت تشيلي الكام قطعة من الفلفل ديت وخلاص الرغيف معاكي هيبقى من غير شطة خالص. خلصت الكمية بتاعتي وجبت كده طاستين حطيتهم على النار وحطيت معاهم رشة من الزيت، لان انا بحب جدا تسوية الحواوشي على البوتاجاز من فوق، لان بصراحة لما بسويه جوه في الفرن بينشف شوية مني، فبيبقى بيحتاج بقى ان انا احطه كده جوه حلة واكتم عليه الحلة وحاجات كتير، خطوات كتير كده انا في غنى عنها لو سويت كده على النار من فوق. طبعا هنا لقيت الطاسه، هي هتاخد الثلاث ترغيفه بس هيكونوا مزنوقين قوي، فعلشان مش حابه ان الرغيف يبقى متني من الحروف قمت شايله واحد، وهبتدي بقى اضغط كده زي ما انتم شايفين على العيش وهقلبه. طبعا هو اخد وقت اكتر من كده لان درجه الحراره عليه مش عاليه، احنا مهديين درجه الحراره، بس طبعا لان الفيديو متسرع وكمان انا شايله يعني وقت كتير من الفيديو، لغايه لما استوى كده زي ما انتم شايفين الوش والظهر وكمان بقى لونه ذهبي خالص، وتبتدي ان انت تضغطي عليه لتحت كده ما يعملش معاكي طشطشه كده، يبقى كده خلاص رغيف الحواوشي بتاعك استوى وبقى زي الفل. تعالوا نجيب بقى طبق ونبتدي نرفع فيه كده زي ما انتم شايفين العيش بتاعنا اللي هو بتاع الحواوشي، وعايزه اوريكم كمان شكل الجبنه من جوه عامل ازاي. بصوا بقى ساحت كده وناحت وبقت ايه فظيعه. طعمها حلو جدا، لكن لو مش عايزه تضيفيها بلاش منها، هي بمجرد اضافه، لكن الاساسي كله احنا عملناه مع بعض اهو، شايفين ساحت ازاي. هنبتدي نرفع ونحط غيرهم بقى، وزي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي للحواوشي بتاعنا. تعالوا مع بعض نفتحه كده، طبعا سخن جدا، هنفتحه مع بعض كده بالنص ونشوف شكل الحشو عامل ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين الحشوة مناسبة جدا، زي بالظبط ما بنجيبها من برة، ولا هي مليانة جدا جدا ولا هي الحشوة رفيعة قوي، مناسبة قوي لحجم الرغيف لان طبعا حجم الرغيف صغير. زي ما انتوا شايفين التسوية على عين البوتاجاز حلوة قوي قوي قوي، الجبنة بتاعت التكة بتاعت الجبنة لطيفة، لكن لو مش عايزة تضيفيها هي مجرد إضافة، هي مش أساسية. شكله حلو، ريحته جميلة، طعمه تحفة. أتمنى الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم وتكون سهلة ومفيدة، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، وهستنى تعليقاتكم الحلوة. أنا قلتلكم كل التكات اللي تقدروا تستغنوا بيها عن الخلطة الجاهزة، وكمان كل التكات اللي تقدروا ان انتوا تضيفوا فيها تيست حلو قوي. وآخر حاجة أقولها لكم بألف هنا وشفا للي يجرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.